Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, l'yom, inshallah, kif ma katchoufou, ghadi nchoufou l'awqat dial l'yom bsifa ama, layl wa nahar. Donc, les moments de la journée. Les moments de la journée. Alors, كيف ما كتشوفوا انا حاولت حيت الصبوره شويه ضيقه انا حاولت نعطي واحد الماكسيموم يعني اكبر قدر ديال المعلومات ديال الكلمات في بلاصه واحده. اذا هنا كتشوفوا هنا هذا الخط هذا نبداو به هو تيتسمى خط الافق. الافق هو اللي كنشوفوا الحد ديال الشوف كيتسمى بالفرنسيه لوريزون. لوريزون لوريزون هو الافق يعني الحد ديال الشوف. كيتقالوا شي جمل بالفرنسية مثلا à l'horizon 2025 le Maroc va ولا je vais à l'horizon 2025 je veux avoir un diplôme en شي حاجة. je veux avoir يكون عندي بغيت يكون عندي un diplôme شي حاجة à l'horizon يعني في افق 2025. حتى اللغة العربية كنستخدموا فيها نفس هذا الاسلوب. مفهوم؟ اذا l'horizon هذا هو خط الافق. اذا اليوم بطبيعة الحال مقسم ل 24 ساعة. بالنسبه للتقسيم ديال الساعات غادي نشوفوه من بعد. بالنسبه للتقسيم ديال الساعات هذا غير متفق عليه الناس اتفقوا عليه. اذا هو الفترات ديال النهار كيتغيروا مع الفصول ديال السنه. كيف ما كتلاحظوا بان فصل مثلا فصل الخريف وفصل الشتاء كيكون النهار قصير والليل تيكون طويل والعكس كيكون فصل الربيع وفصل الصيف. اذا نبداو بشويه بهاد الاوقات ديال اليوم. اذا كنبداو من هنا. اذا كيف ما كتشوفوا هذا السهم هذا كيف ما كتشوفوه كتبدا الشمس. حنا نبداو من هنا نبداو من قبل شروق الشمس. اذا كاينه هذه الفتره هذه كتسمى لوب. لوب داكوغ لوب هي بالعربيه الفجر ولا الصبح. اذا هذه الفتره هذه بالضبط هذه هنا هذه هي بالعربيه الصبح ولكن هي بحال الصبح بحال الفجر. اذا في الاسلام الصبح هو الفريضه زعما الصلاه ديال الفريضه كتكون مع ظهور الخيط الابيض يعني اول شعاع ديال الشمس اللي كيكون اذا كتسمى لوب. لوب هو سيت ان نون فيمينا اسم مؤنث. نقدروا نصوبوا به واحد الجمله مثلا جي فواياجي ا لوب. جي فواياجي ا لوب سافرت مع الفجر مع الصبح سافرت مع الفجر. ولا مثلا بطريقه مجازيه. المجاز هو زعما شي حاجه كلمه كنخدموها في ماشي في محل بحال مثلا إلي أن ليون. واش صديقي هو بصح أن ليون أسد؟ لا ولكن غير بغيت نمثل بأنه إذا نقول بأنه شجاع. إذا لوب مثلا ألوب دو لا تيليفوني موبيل ولا دي سمارت فون ألوب دو الانترنت زعما في فجر الانترنت يعني واحد البداية ديالو يلاه بدا ولا لا تيليفوني الهاتف المحمول يلاه بدا كيتسمى لوب يعني بداية الأشياء. من بعد هذاك لوب كتبدا الشمس كيبدا هذاك الضوء في السماء. مازال الشمس ما بزغات في اللغه العربيه ما عرفتش شي كلمه بالضبط اللي تتقولوا لي في التعليقات شي كلمه بالضبط اللي كتوصف هذه اللحظه هذه ديال قبل طلوع الشمس بلحظه. في الفرنسيه كاين هو لوغور. لوغور كتقرا بحال هكذا اوغور. هو نون فيمينا حتى هو مؤنث بحال هذا. نون فيمينا اسم مؤنث تنقولوا اون اوغور. هو بحال تقول لحظه قبل ما تطلع الشمس. هذوك الضوء اللي كيكون اللي تيكون بحال هو بحال الشفق نقدروا نقولوا بحال الشفق ولكن ما بغيتش نخدم هذه الكلمه هذه. ولكن المهم الشفق هو داك الضوء اللي كيكون بحال حمار بحال هذا قبل الطلوع ديال الشمس. اذا لوغور. كاين واحد الكلمه اخرى في النطق بحال لوغور نيشان ولكن بدل عليها واحد شويه سميتها لوغور. لوغور كيف ما كتشوفوها مكتوبه دابا لوغور هي بحال تقول كل على حسب الجمل. مثلا جي اوغور من هذه القضيه يعني انا ما عجبانيش هذه القضيه هذه الحاجه ما عجبانيش بزاف انا كنكرهها مثلا. ولا مثلا شي مشهد رهيب شي مثلا شي مجزره ولا شفتي واحد الحادثه تسير كيل اوغور كتقول كيل اوغور اش هذا زعما يا للهول بالعربيه كاع اللي نقدر نقولوا. الوغ اوغور هذه الكلمه اللي كتشوفوا دابا امامكم في الشاشه ماشي هي اوغور هذه كتنطق اوغور او و او. من بعد فاش كتطلع الشمس فاش كيكتمل الطلوع ديال الشمس اذا كيتسمى لو ليفي دو سولي تنقولوا لو ليفي دو سولي ولا لو ليفي دو سولي. لو ليفي دو سولي لو ليفي دو سولي
الا قلتها بالزربه غادي نقولها لو ليفي دو سولي. هذا هو الفرق ما بين الفرنسيه المكتوبه والفرنسيه ديال المغاربه وديال الجزائريين وديال السنغاليين وديال الناس اللي ماشي ناتيف، يعني ماشي فرنسيين ولا ماشي بلجيكيين، حيت ماشي غير فرنسا اللي كتتكلم بالفرنسيه، حتى بلجيكا، حتى سويسرا، واحد جزء من سويسرا، حتى كندا، واحد جزء من كندا، بزاف ديال الدول الافريقيه كيتكلموا فرنسيه، فرنسية كلغه رسميه. اذا لو ليفي دو سولي، لو ليفي دو سولي، ما كنطقوش دو باش كتكون فلويد. شنو هي فلويد؟ يعني انسيابيه في الفم. هذا هو الفرق ما بين لا ديفيرونس انت ان فرونسي كي بارل فرونسي سي كي بارل فلويدمون دون مانيير تري فلويد، يعني تيهضر الفرنسي ولا هذاك الناطق الاصلي كيهضر بطريقه انسيابيه. علاش؟ لانه كيخدم بحال هاد لي زاستوس. شنو هي استوس؟ هي بحال تقول حيله، استوس بحال حيله، بحال ماشي خدعه، حيله زعما باش تعلم بها شي حاجه ولا باش تحل بها شي مشكل. اذا هاد لاستوس لو ليفي دو سولي هو شروق الشمس او طلوع الشمس. ليفي هي طالعه ولا ارتفع، الارتفاع ديال الشمس. اذا هاد الفتره هذه من شروق الشمس الى غايه منتصف النهار 12، هاد 12 ديال النهار الثاني عشر كيتسمى لو ماتان. كنقولي لو ماتان بالعربيه الا بغينا نقولوا الصباح. وكاين واحد الكلمه اخرى تنقولوا الضحى. الضحى مثلا هو الوقت اللي كيكون ما بين شروق الشمس تقريبا بربع ساعه حتى منتصف النهار. في الاسلام مثلا كنقدروا نصليوا داك ركعتين ديال الضحى او اكثر في هذه المده هذه مثلا كنسميوها لو ماتان. ما كاينش واحد الترجمه، ما لقيتش، الا لقيتوها كتبوا لنا في التعليقات. تنقولوا لو ماتان ولا لا ماتيني. لا ماتيني يعني طيله مده الصباح. هنا بالنسبه لا جورني، هنا كنقصد لا جورني كامله. لا جورني هي اليوم، يعني النهار، ماشي اليوم. اليوم فيه النهار والليل، ولكن زعما كنقصدوا هنا النهار. لو جور ها هو لو جور، وهنا الضد ديالو زعما لا نوي. هادو كاملين كيتسمى لو جور، يعني كاين واحد التقارب ما بين لو جور ولو جور على حسب السياق في الجمله. اذا لو جور يعني شامل الليل والنهار، وتنقول لو جور هو النهار. داكور الوغ، ولكن من الافضل باش يفهمونا الناس باننا كنقصدوا النهار، النهار يعني لا جورني. لا جورني هو النهار، كاين الشمس، مفهوم؟ اذا طلعت الشمس وصلت الوسط، وصلت الوسط ديال السماء، ولا كتقول كنقولوا في منتصف النهار، يعني الزوال. كيتسمى الزوال هو ميدي. ميدي ما تنقولوش لو ميدي ولا لا ميدي، ميدي كيتقال ميدي مزيان. هو 12 اعتباطيا طلقوا عليه العلماء، داروا هذه القضيه ديال 12. هذا غير ماشي، هذه ماشي قران منزل، ولكن علم. هذا علم الناس اجتهدوا في واحد الزمان في عصور قديمه، اجتهدوا باش يقسموا لنا اليوم ال 24 ساعه. والمهم هذه قصه اخرى تنشوفوها مره اخرى ان شاء الله. اذا هنا ميدي نقدروا نديروا عندنا واحد الجمله مثلا، نقدروا نقولوا pendant la matinée. pendant هي خلال، pendant la matinée je مثلا je travaille. je travaille pendant la matinée. شنو هي je travaille؟ هي اشتغل ولا اعمل. خلال الصبيحه يعني في الصباح كامل كنت زعما كنخدم. هاد الاوقات ديال النهار غادي نشوفهم في واحد الفيديو تالي من مور هاد الفيديو هذا مباشره. غادي نعطيكم واحد الفيديو ديال الانشطه ديالي في خلال اليوم، شنو كنقدر ندير، نخدموا فيه اوقات اليوم، وغادي نخدموا فيه لو بريزون، غنتعلموا فيه لو بريزون كيفاش نديروا لا كونجوغيزون، تصريف ديال الافعال في البريزون في اليوم ديالي، كيفاش نحكيه بالبريزون. اذا من بعد ان هذا الزوال يعني ميدي، ميدي مثلا جو سور ا ميدي، انا خارج مع 12 ميدي، ما تنقولوش ا 12 كتقالش، كتقال ميدي بالفرنسيه، كتقال ميدي. الوغ جو سور هي انا اخرج، انا خارج مثلا خدام ولا كنقرا، و جو سور ا ميدي مزيان. ها ميدي دابا الشمس غادي تبدا تنزل. فاش كتبدا تنزل كل هاد الفتره هادي كنسميوها لابخي ميدي. ابخي ميدي مفهوم؟ ابخي ميدي. اذا هنا سميتو ابخي هي من بعد، وميدي الزوال يعني بعد الزوال، مفهوم؟ في الاسلام هاد الفتره هادي بالضبط هنا كنسميوها العصر. العصر يعني بحال تقول الشمس قربت تبدا تغرب، كتوصل تقريبا لمنتصف ديال الطريق ديالها كتسمى العصر. في الفرنسيه ما كاينش هاد الكلمه، هاد المصطلح الا لقيتوه، ما انا على حسب العلم ديالي وعلى حسب بعض الابحاث ديالي ما كاينش هاد المصطلح هذا ديال العصر. المهم كاينه لابخي ميدي. اذا كنوصلوا للفتره ديال الغروب، فاش كتغرب الشمس
اذا هنا كنسميوه لو كوشي دو سولي، نفس الشيء يا تنقولوا لو كوشي دو سولي ولا تنقولوا لو كوشي دو سولي. الوغ ردوا البال، ما تقولش ليا كوشي، لو كوشي خطا هذا في لا برونونسياسيون في النطق كنديروا هذا الخطا. الوغ ردوا البال هنا لو كوشي كو لو كوشي دو سولي، انا قلت د لاحظتوا د فلوغال، ولكن في ليكري في الكتابه ما يمكنش نكتب غير دي، لا كنكتبوا دو سولي ولكن كنطقوا le coucher de soleil. le coucher de soleil زير le coucher de soleil بيان. غربت ليا الشمس، فاش كتلاحظوا فاش كتغرب الشمس في الاسلام كنصليو صلاه المغرب. صلاه المغرب المده ديالها حتى لاش كتسالي الوقت ديال مده صلاه المغرب حتى كي ما يبقاش الضو في مره. اذا لاحظتوا واخا كتغرب الشمس كيبقى الضو في السماء، اذا هذيك المده هذاك الضو هذاك الزرق بحال الزرق مغلوق شي شويه كيتسمى لو كريبوسكول. الوغ شوفوا هاد الكلمه شحال زوينه وكتخدم بزاف ولكن عرفوها بعدا. الوغ لو كريبوسكول شنو هو؟ لو كريبوسكول هو هذيك الظلمه ديال الليل اللي بدات كتشتد باللغه العربيه هي الغسق. الغسق في سوره الفلق ومن شر غاسق اذا وقب. الوغ غاسق هو الليل اذا اشتدت ظلمته الليل اذا اشتدت ظلمته هو الغاسق، هو هذا لو كريبوسكول هو الغسق. طبيعة الحال هنا كنقدروا نقولوا مثلا الشفق، يعني هذاك اللون اللي كيكون في السماء هذاك الشفق لوغور عاوتاني، ولكن في الفرنسيه ما كتقالش، كتقال بالنسبه للغروب كتقال لو كريبوسكول. لو كريبوسكول كلمه صعيبه شويه في النطق، نقسمها دائما الا صعبت علي شي كلمه نقسمها. الوغ لو كريبوسكول نقدر نقول عاوتاني مثلا جو سوي اريفي، وصلت اريفي هي وصل، جو سوي اريفي او كريبوسكول، يعني وصلت مع ماشي المغرب ولكن وصلت مع هذه المده. ما في اللغه العربيه المغرب وهذه المده كامله كتسمى المغرب ولا الغسق. الغسق تتقال الغسق كتقال مزيان. اذا لو كريبيسكول تنتهي معايش فاش كتولي السماء كحله صافي نوار، ما كيبقاش حتى ضوء ديال الشمس ما كيبقى. اذا هذيك الساعه في الاسلام كيكون صلاه العشاء. صلاه العشاء الوقت ديالها الدخول ديال الوقت ديالها هو مع غروب اخر ضوء ديال الشمس، هذاك هو اللي كيبدا فيه صلاه العشاء، ومن ثم اون فرونسي كيبدا لا نوي الليل. لا نوي لا نوي الوغ الليل اللي غنفهموه هو انه المده كامله اللي ما فيهاش حتى ضوء ديال الشمس او ضوء اخر. اذا لا نوي بيان سور اعتباطيا عاوتاني كاينه هاد اللي كتعرفوها في الساعه 00 يعني مينوي، هي كملات شحال كملات 24 ساعه 24 ساعه تنقولوا 24، ولكن في الساعه ما عمرها ما كتلقاها، ولا في التليفون ما عمرها ما كتلقاها 24 24، كتلقى ديما 0000. هذا اللي كنقصدوا به مينوي، ولكن ماشي حقيقه انه بصح تيجي في الوسط ديال الليل، ماشي حقيقه، في واحد الفتره في العام اللي كيجي مفهوم. اذا فاش كتسالي لا نوي هنا عاوتاني غادي يبدا الدوران ديال الحياه. اذا غادي يبدا عاوتاني لوب يعني الصبح، هذاك الخيط الاول وهي غدا وكدور. اذا هادو هما فترات اليوم اعتماد على الشمس. وشنو هو الشمس اون فرونسي؟ لو سولي. ها هو لو سولي، انا فايت كتبتها، انا كتبتها هنا وكتبتها هنا، انا عاودتها كتبتها هنا. لو سولي لو سولي ماشي لو سولي ماشي لو شي حاجه اخرى، لو سو او او لي. مساله اخرى غير بين قوسين غادي نخصوا لها فيديوهات اخرى ان شاء الله بالتدقيق. اذا غير الساعه ديال اليوم، اذا الساعه هنا غنسميوها الواحده بطبيعه الحال صباحا كيكون مازال الليل وداك الشيء، ولا الواحده ليلين ماشي مشكله. الوغ اون اور تنقولوا في الفرنسيه اون اور، دوز اور نقدروا نقولوا دوز اور دو ماتان، دوز اور دو ماتان ديال الصباح، 3 اور 4 اور 5 اور 6 اور 7 اور. المهم حتى نشوفوا الارقام قلنا بالتفاصيل، هنا فاش كنوصلوا هنا كيتسمى ميدي كيف ما قلنا قبيله. دابا لابخي ميدي يعني السويع ديال المساء كنقدروا نقولوا 13 نتلاقاو عافاك نتلاقاو اون رونديفو. شنو رونديفو؟ عندنا اون رونديفو ولا جي عندي رونديفو ا 13 و تنقول 13 شي لو ميدسان 13 ردوا البال البرونونسياسيون 13 شي لو ميدسان 14 الا قلتي لشي واحد 14 راه مفهومه بانها جوج ديال العشيه. الا قلتي ليه 2 اون سو فوا 2 مفهومه لان 2 الناس راه ناعسين. الا كانت هذه الوغ راه باينه منطقيا هذه، فوقاش كيتطرح هذا المشكل هنا فاش كنبداو هنايا في هذا المشكل هنا تقريبا هنا ولا على حسب السياق. مثلا 6 اور
6h, on se voit, je sors à 6h. Ben, je sors à 6h. Quand je sors à 6h, ben, la chia. المهم قليل فاش تكون الصباح مثلا غنخرج من العمل مع 6 الصباح هنا نقدروا نقولوا 7 اور دو سوار تنقولوا مثلا 6 اور دو سوار 5 اور دو لابري ميدي 4 اور دو لابري ميدي يعني دو لابري ميدي يعني ديال بعد الزوال 20 اور 20 اور هي الثامنه امرا قبل شهم 21 اور 21 اور 1 اور 21 اور ماشي 21 اور 21 اور 21 1 اور 21 اور 21 اور 22h, 23h, il y a 11h du soir, ou là de nuit, de la nuit, ou là, minuit, qui est maximum à Abbila, minuit, minuit, ou on monte à Saf, à l'aile. كاينين عاوتاني كلمات اخرى باش نبينوا بها الفترات ديال اليوم كيف ما كتشوفوا هادو هما اللي كنعرفوهم اللي كنعرفوهم بحال تقول باختصار باختصار اذا لو ماتان شفناه لو ماتان ميدي منتصف النهار هاد المده كامله كتسمى لا ماتيني نقدروا نركبوا جمله نقدروا نقولوا مثلا انا كنتكلم مثلا على نيت رونديفو عندي ان رونديفو شنو رونديفو هو موعد ان رونديفو موعد مثلا جي رونديفو لا ماتيني لا ماتيني ولا جي رونديفو لو ماتان جي رونديفو سمع مزيان رونديفو رونديفو ماشي رونديفو رونديفو روندي 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 كنديروا الرياضه فمنا هذا السبب بين قوسين هذا السبب علاش ما كنعرفوش نتكلموا بالفرنسيه مزيان اللي عندهم مشكل في هذه المساله عادي لان المادر ثانك بالفرنسيه بالانجليزيه كلمه زوينه هذه الكلمه مادر يعني الام يعني اللغه الام ديالو اللغه الام او اللسان حيت ثانك هو اللسان واللسان باللغه العربيه هو اللغه اللسان ديالنا ما مولفش على واحد الكلمات اذا الفم ديالي ما مولفش اذا لاحظوا معايا فمي انا مثلا كونستيتيسيونيلمون constitutionnellement وشوف بالعربيه دستوريا دستوريا شحال تحرك فمي بالعربيه دو دو دوس دوستو ما تحركش دستوريا ريا جوج تحريكات اللي تحرك دو وهنا دستوريا اما بالفرنسيه شوف constitutionnellement على ديك الشاش ما كنعرفوش نهضروا فرنسي هو هذا السبب فمي لي ميوسكل العضلات عادي العضلات ديال فمي ما مولفينش ما مترينينش الو خصني ندير الرياضه هذا هو العادي الواحد اللي ضعيف كيدير الرياضه خصنا ندير الرياضه لفمنا نختار واحد الكلمات مثلا كلمات كيخرجوا واحد تندربوا واحد المخارج ديال الحروف مثلا جو نسي با شاسي سون مون شيان جو نسي با شاسي مون سون مون شيان جو سي با شاسي سون مون شيان كنخدم مع ش مع ش مثلا واحد الاغنيه ديال الفرنسيه كنت تعلمتها فاش كنت صغير واحد جزء منها بدلته شي شويه ولكن بحال هكذا ماتاكوتيك تاكوتيك افيك تاك ماتاكوتيك تاكوتيك افيك تاك ماتاكوتيك تاكوتيك افيك تاك ماتاكوتيك عرفتي كنخدم فيها او اي مخلطه الفم ديالي كيولف مع الوقت غادي نتعلمها وغادي نعرفها دابا ندير واحد الفيديو خاص على لا برونسياسيون على النطق وغادي نعطيكم بزاف ديال الجمل ونتمرنوا عليهم كاملين في واحد الفيديو ان شاء الله اذا نرجعوا بين قوسين سدوا القوس رجعوا للاوقات ديال اليوم ديالي اذا عندنا لا ماتيني الوغ لو رونديفو عندي في لا ماتيني جي ان رونديفو لا ماتيني جي ان رونديفو لا ماتيني نسمع شوف اي ماتي ماتي ماتيني ماشي ماتيني ماتي ماتيني من بعد وصل ميدي لابري ميدي نقدر نقول مثلا جو ديجون لابري ميدي يعني كنتغدى في لابري ميدي مثلا لابري ميدي لو سوار المساء او لا نوي الليل هنا كاين واحد الخلط شي شويه بالفرنسي ما كاين حتى مشكل فيه مثلا العشرة د الليل ولكن كيقول لها لو سوار ما كاين حتى مشكل هو راه لا نوي ولكن كيقول لها لو سوار وصافي تقول لي بون سواري مثلا في الليل كيقول لي بون سواري ولا بون سواري يعني انت راك مازال ما تمشيش تنعس مازال غادي تمشي دوز لا سواري ديالك غادي تخرج غادي تمشي دير شي حاجه الامسيه بحال تقول لا سواري هي الامسيه فهم الوغ دوزت لا سواري جي باسي لا سواري فشي بلاصه مثلا او سينما جي باسي لا سواري ا لا موسكي مثلا في التراويح في رمضان كندوز الامسيات ديالنا في المساجد الوغ جي باسي لا سواري ا لا موسكي جي باسي قضيتو قضيتو جي باسي دابا نشوفوا هادشي من بعد جي باسي لا سواري ا لا موسكي المكان ا لا موسكي ا غابا دون لا كويزين المهم كتختلف مره مره ولكن ا دي هذيك ا على المكان فهم اذا هذا كل ما يخص الاقتضاء بعجاله واخا الفيديو شويه طويل ولكن حاولت نعطي فيه واحد المجموعه ديال المعلومات
بالفرنسيه مشروحه بالعربيه. كنشكركم لانكم تبعتوا وصبرتوا معنا هذا لا فيديو هذه حتى لهذا الوقت هذا. ما تنساوش الاشتراك بطبيعه الحال وبارطاجيو لا فيديو بيناتكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.